نزل شعب الاحتلال إلى الشوارع مطالباً برحيل حكومة بنيامين نتنياهو. نزل بنفس تقنيات وأدوات ما أطلقوا عليه الربيع العربي. نزل بكتالوجات جين شارب الأمريكية وعلى يد النشطاء فريدم هاوس. أمريكا تتخلص من الكرت المحروق الفاشل، حكومة اليمين الديني الصهيوني. نعم، فشلت إسرائيل، ولكنها ما فشلتش في إزاحة حماس أو احتلال قطاع غزة، ولكنها فشلت في بنك الأهداف الأمريكي المطلوب من مرور الطوفان الأقصى. فشل نتنياهو في إيه بالنسبة للأمريكان علشان كده حركوا الشارع ضده؟ فشل نتنياهو في تهجير 2.5 مليون غزاوي إلى سيناء. فشل نتنياهو في تحقيق استراتيجية أمريكا إنه فلسطين هي سيناء. فشل نتنياهو في حلم الوطن البديل. فشل نتنياهو في إنجاز الممر الهندي الصهيوني الأمريكي. فشل نتنياهو في غلق قناة السويس بحزام من توطين اللاجئين الغزاويين في مصر. فشل نتنياهو في فصل شبه جزيرة سيناء عن مصر. فشل نتنياهو في الحصول على ميناء غزة وإخراج ميناء العريش عن الخدمة. فشل نتنياهو في تنفيذ اتفاقية دبي حيفا. فشل نتنياهو في عسكرة البحر الأحمر ومساعدة أمريكا في إنجاح احتلال مضيق باب المندب وتدويل خليج عدن. فشل نتنياهو في توريط مصر في حرب إقليمية. فشل نتنياهو في كسر الدولة الوطنية المصرية، ولم يفشل وحده. ما يسمى بالمعارضة في مصر فشلت أيضا في صناعة حراك سياسي أثناء الانتخابات الرئاسية، وفشلت في صناعة حراك خلال شهر رمضان الحالي، مستغلين المشاعر الدينية وعلاقتها بالقضية الفلسطينية. وكل فاشل هيتم التخلص منه واحدة واحدة. أولا، حكومة إسرائيل هتسقط على إيد المظاهرات والذهاب لانتخابات مبكرة في سبتمبر اللي جاي قبل انتخابات الرئاسة الأمريكية بشهرين. وبعد كده كل شباب فريدم هاوس والنشطاء والحقوقيين اللي معرفوش ينفذوا أجندة أمريكا في الشرق الأوسط في سنوات العجوز جو بايدن هيظهر ليهم بديل تاني قريب. نخلي بالنا كويس أوي الفترة اللي جاية، أديني بقولك من دلوقتي وبتكلم من دلوقتي. السنة اللي جاية في جيل جديد من المؤامرة، وجوه جديدة من المتآمرين. المؤامرة في الولاية الثالثة للرئيس عبد الفتاح السيسي ليها شكل مختلف، وهتبقى قائمة على لعبة فرق تسد. يعني هتتكلم دايما على فكرة انه في صراعات داخلية، في اجنحة بتضرب في بعض، ادعاء خلافات بين الجيش والرئيس او بين الجيش والمخابرات. وهتلاقي شبكة من المواقع المأجورة زي العربي الجديد والموقف المصري وما تصدقش وصحيح مصر ومكملين ورصد، عمالين يغنوا بتلك الشائعات ويردوا على بعض. وتويتر او اكس حاليا هيرجع تاني هو مطبخ الشائعات اللي بيصدرها مقشرة للفيسبوك، بعد ما حاولوا يستخدموا فيسبوك لوحده الفترة اللي فاتت في لعبة تجهيز الشائعات، ولكن اتضح انه لا غنى عن تويتر بالنسبة لدوائر العدو. ورغم ان امريكا بتعاقب نتنياهو وحكومة الحاخامات او اليمين الديني في اسرائيل، ولكن في نفس الوقت نتنياهو وشوية المتطرفين اللي معاه فهموا خلاص انها خربانة خربانة، خصوصا نتنياهو اللي مش هيخرج من مجلس الوزراء على بيتهم، ولكن للمحكمة علشان عليه قضايا فساد من 10 سنين. عشان كده نتنياهو شايف انه لو فشل في جر مصر لحرب اقليمية فكفاية كده على الجبهة الجنوبية، ويلا بينا على الجبهة الشمالية يعني حزب الله وايران. ورغم كل التحذيرات ولكن نتنياهو رايح لرفح الفلسطينية. الساعات الاخيرة جيش الاحتلال انسحب من محافظة خان يونس. كده يبقى مش متبقي لإسرائيل داخل قطاع غزة غير قوات الفرقة 162 ولواء نحال من أجل منع عودة السكان إلى شمال قطاع غزة. فهل نشهد حرب رفح الفلسطينية ولا حرب لبنان الجديدة، ولا خلاص كده نتنياهو انتهى؟ مباحثات القاهرة اللي بتضم وفود من مصر وأمريكا وقطر ودولة الاحتلال وحركة حماس مش مباحثات للهدنة والوساطة وبس، ولكن في تقديري إنها المباحثات اللي هتحدد مستقبل بنيامين نتنياهو رئيس وزراء الاحتلال. في الوقت اللي الشرق الأوسط مشتعل بسبب القضية المزمنة اللي اسمها الاحتلال الصهيوني لفلسطين، سعر برميل النفط تجاوز $100 وبدأت تظهر أزمة عالمية اقتصادية جديدة، وبقى في تخوف عالمي من عودة التضخم المدعوم بارتفاع أسعار السلع الأساسية. زيادة سعر برميل النفط بسبب قيام المكسيك بخفض صادراتها من النفط الخام أدى إلى تفاقم الضغط العالمي، مما دفع مصافي التكرير في الولايات المتحدة الأمريكية اللي أصبحت أكبر منتج للنفط في العالم إلى استهلاك المزيد من البراميل المحلي. أربط الكلام ده باللي بيحصل في بريطانيا. شركة بريطانية اسمها سبيس سولر هدفها إنها تعمل محطات للطاقة في الفضاء وتصدرها لمناطق في كوكب الأرض. الكلام ده كان مجرد خيال علمي لحد ما الشركة دي
عرفت تبتكر تقنية تسمح بذلك. التقنية الجديدة دي عبارة عن ألواح طاقة شمسية حول الشمس منصوبة في الفضاء وتدور حول الشمس بانتظام، وحتمد كوكب الأرض بالطاقة بانتظام. طيب تفرق إيه الألواح دي عن محطات الطاقة الشمسية على الكوكب؟ تفرق إنها قادرة إنها تولد الطاقة من ضوء الشمس أكبر ب13 مرة من المحطات اللي على الأرض، وده لأنها خارج غلاف الكرة الأرضية وخارج مجال الليل أو الغيوم. بريطانيا في ثلاثينيات القرن الحالي، يعني بعد 10 سنين من دلوقتي، هتستمد الطاقة من الفضاء من محطات شركة سبيس سولار. طاقة ثابتة متجددة مش هتخلص إلا لو الشمس انطفت أو سقطت من الفضاء على رؤوس البشر. كل ده بدون ثمن باستثناء المحطات دي والصيانة. إنما الثمن اللي بيحصل في تكرير النفط أو تسييل الغاز أو توليد الكهرباء، كل ده انتهى. كل ده هيبقى فعل ماضي أمام مستقبل جديد اسمه طاقة الفضاء. ده معناه إنه 10 سنين بالكتير ويبقى بيزنس الطاقة زي النفط والغاز والكهرباء مش أولوية، وهيبقى في حرب حقيقية للسيطرة على طاقة الفضاء ومحطات الطاقة الشمسية الفضائية. وده يخلينا نوضح إنه سباق السفر عبر الفضاء من الأربعينيات للنهاردة أيام الحرب الباردة بين الأمريكان والسوفييت وغيرهم، كان الغرض منه هو إيجاد موارد للطاقة خارج الكوكب، لأنه الموارد اللي على الكوكب قليلة جدا. وزي ما احنا شايفين هي سبب حروب عالمية وكوارث ضربت الإنسانية في القرن العشرين، وبالتالي الدول العظمى بتدور على موارد طبيعية وموارد للطاقة في الكواكب التانية عبر المجموعة الشمسية، سواء اللي احنا فيها أو غيرها. ولكن طبيعة الإنسان هتفضل زي ما هي، عاشق لسفك الدماء والدمار منذ كان الكون كله يتلخص في قابيل وهابيل. حتى لو حروب الطاقة اختفت، لسه أمريكا بتحشد للحرب العالمية ضد الصين. تحالف أوكوس اللي بيضم أمريكا وبريطانيا وأستراليا هيبدأ يتوسع، علما بأن التحالف ده هدفه تطويق الصين. تحالف أوكوس هيعلن عن خطوة تاريخية جديدة وهي انضمام اليابان، وبعد كده هيحصل اجتماع قمة خلال ساعات بين الرئيس الأمريكي ورئيس وزراء اليابان، وفي اليوم التالي هيحصل لقاء قمة ثلاثي تاريخي بين قادة أمريكا واليابان والفلبين. الفلبين عمليا ما هي إلا ولاية أمريكية من نهاية القرن ال19، وعندها خلافات ضخمة مع الصين، وبالتالي اليابان هي اللي هتنسق عملية استخدام الفلبين في عمليات استخباراتية خلف خطوط العدو الصيني. اليابان تريد إسقاط الصين قبل أمريكا، بل وحتى قبل الهند. الغرب بيشغلنا بإسرائيل وبيحضر حربه في شرق آسيا وبيحضر مصادر طاقته الجديدة من الفضاء. هو ده ملخص الصراع الدولي في آخر 100 سنة. حفظ الله مصر من كل سوء وجعلها كما تستحق أمة عظمى بين الأمم.